السر الهي بقى روجينا. وروجينا الحقيقه قدرت في سنوات كثيره جدا انها اولا يبقى لها جمهور، انها تبقى يعني الست الشعبيه القويه او الست المراه المعيله القويه. صحيح. وده برضو ذكاء من روجينا. روجينا كمان حافظة على جمهورها. ونفعها كمان فكره المسرح، انها زي ما بيقولوا من خلفيه مسرحيه او مسرحجيه، ده بيديها فكره التنوع في اداء الشخصيات، الثقه في نفسها. انا بحب روجينا في ادائها التمثيلي، متمكنه من ادواتها. صحيح كانت تحس ان هي ما كانتش لاقيه نفسها او ما كانتش لاقيه حقها بشكل كبير، بس عجبني ثباتها وان هي بدات تكون قطاع من الجمهور اللي بقى يثق في اختياراتها. فمبسوطه بروجينا كممثله انها بدات تاخد حقها. وتبقى بتقدم كمان موضوعات لجمهور هو منتظر هذه الموضوعات. نتابع سر الهي، ايه رايك؟ نشوف سر الهي. اولا عاجبني الشطرنج، انا احب المراه اللي بتلعب شطرنج، انا بلعب شطرنج كويس قوي، فبحس ان هي مباراه في الذكاء، وواضح ان ده واضح في العمل اللي هو كش ملك، يعني عارفه الفكره. لان هي الحقيقه ان الحياه كلها بتتلخص في هذه الرقعه المربعه، فكره الابيض والاسود، انجلز اند ديفلز، فالموضوع تحس ان هو في عمق في الحكايه، والاسم كمان ملفت. فكره ثقتها في نفسها ان البرومو هي وافقت ومرايتها، فده اللي كنا بنقول عليه، فكره ثقتها في نفسها دي فرقه كتير. اسامي المسلسلات السنه دي كلها تحس انها بترمي حاجه كده، عايزه تشوف ليها موضوع. عجباكي الاسامي؟ الاسامي ملفته.